على شرف اختتام فعاليات التربص الأول لتكوين منشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه المنعقد بين 20 و29 مارس 2018 بمركز إيواء الرياضيين بالمسيلة، نظمت رابطة نشاطات الهواء الطلق والترفيه والتبادل وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة حفلا فنيا ساهرا بحضور السلطات المعنية بالولاية وممثلي المجتمع المدني. برنامج متنوع من معتمد من وزارة الشباب والرياضة، فيه عدة محاور، محور بيداغوجي، محور تنظيمي ومحور إداري. تلقوا مع فرقة التأطير، فيها أساتذة جامعيين وأساتذة من قطاع الشباب والرياضة وأساتذة من قطاع التربية الوطنية اللي عندهم خبرة في الميدان هذا، مالفين يمارسوا نشاطات داخل مراكز قضاء العطل. تلقوا تكوين بحجم ساعي 100 ساعة، 60 ساعة أعمال نظرية و40 ساعة أعمال تطبيقية مطبقة، عبارة متوزعة عن طريق الورشات، 4 ورشات: الفنون التشكيلية، الفنون الغنائية، الفنون الدرامية، والمسرح والألعاب. بعد انتهاء هذا المدة وبعد ما تلقيهم الحجم الساعي هذا، رايحين نعطوهم شهادات تسمى بشهادة التربص النظري. سجل أزيد من 46 متربصا حضورهم، من جملة 54 مشاركا ناجحا بالمسابقة، أين خضعوا لتكوين بيداغوجي مكثف وفق برنامج بحجم ساعي كبير مشدد على مدار 9 أيام يؤطره دكاترة ومختصين في مجال التنشيط. نحن نسهر على تطبيق هذا البرنامج البيداغوجي اللي يشمل علم النفس، نمو الطفل درجة أولى، درجة اثنين، وحتى المراهقة، كذلك عروض فيما يخص النشاطات الثقافية والرياضية حتى العلمية كذلك اللي يقوم بها ويقدر يقوم بها الأطفال داخل المخيم الصيفي. مشاركتي في هذا التربص كان حول محاضرات في علم النفس النمو، حيث حاولنا من خلال هذه المحاضرات توضيح للطلبة بأن تقسيمات هذه هي تقسيمات قصد تسهيل الدراسة وفقا للمجالات المختلفة، النمو الجسمي والنمو الاجتماعي، النمو الاجتماعي والعاطفي والنمو الحسي الحركي. وتناولنا وركزنا في هذه المحاضرات على أن نجاح كل مرحلة يساهم في نجاح المرحلة التي تليها، وعلى المربين محاولة إشباع الحاجيات المختلفة لأطفال المرحلة لكي لا يحدث لديهم مستقبلا ما يسمى بالتثبيت أو الرجوع إلى مرحلة بعينه. أعرب المشاركين عن مدى إعجابهم وارتياحهم لما تلقوه بالتربص، وأن التجربة في حد ذاتها مجازفة ومسؤولية لا بد أن يتحملها المنشط ويحتويها بكل حب واحترام. نقدم لكم التجربة تاعنا. أولا أنه شغل كي دخلنا لهنا تبدلت لاموتاليتي تاعنا، رجعونا للصغر تاعنا من حيث الورشات ومن حيث الجانب التطبيقي والجانب النظري. الأم كي تطلق بنها يروح لها كوروني ولا شغل تبقى مستراحة، وحنا نديروا المجهود تاعنا أنه الطفل كي يخرج من عند يمه يبكي، ما محنا يروح من عندنا يبكي، باسكو يبكي على خلا يمه وخلاه وحده مثلت وجه ثاني كأنه أم. حيث كان تربص ناجح من عدة جوانب، وتطرقنا إلى عدة جوانب، منها كيفية التعامل مع الطفل، كيفية الذهاب إلى المخيمات، كيفية بصفة عامة الطفل هو الشطر الكبير من هذا التربص. كنعودوا قاعدين نحاولوا دائما مجمولين مع بعض، فوج دائما مع بعض، مانيش انا هنا فوج تاعي هذا ونروح نقعد مع الاخرين.
بلادنا رانا ديما حاضرين ونساهي بولادنا وحنا المنشطين ونحبوا بلادنا رانا ديما حاضرين ونساهي بولادنا. فيما يخص الأنشطة داخل المخيم كالأناشيد أو الغناء عند دخول المطعم أو هنا ما نسعدناش البحر أو في البحر أو الورشات إلى آخره، راح نقدموا لنا أنشطة أو أناشيد أو أغاني اللي راح تتكلم على الشيء اللي راح نديروه. مثلا أغاني اللي تتكلم على العشاء راح نديروا مثلا أغنية طلبية طلبي أو جينا على الكاكاوية. فيما يخص هذا عندما نكونوا راح السهرة راح نديروا أغاني ترحيبية اللي ترحب بالضيوف أو بالأطفال. في كل معمل أو في كل ورشة عندها الأغاني الخاصة بها، لهنا اللي راح نعلموا الطفل كيفية الدخول في طريقة منظمة على شكل صفوف أو على شكل دوائر إلى آخره. عندما يدخل للعبة أو للعشاء أو للورشة راح يكون دائما بطريقة منظمة اللي تدل على الشيء اللي رانا رايحين له، سواء ورشة سباحة إلى آخره من الأعمال. محمد العربي على رسول الله محمد العربي محمد يا نبينا محمد يا نبينا يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين شافعنا وحدنا تقريبا يا إمام المرسلين شافعنا المعركة تجرى في البحار والمحيطات. قرار الأمم المتحدة غير قابل للطعن يمنع استعمال جميع الوسائل. ضرب بابور كيلعب بابور هذا كله. استعاونا هذه كلات بابور. عندها الحق في ضربة واحدة أخرى. زيدوا بونيس. إنذار الأول. اسمعني حالي. إنذار الثاني. إنذار الثالث توزع الباخرة. ثالث توزع. من الألعاب الكبرى اللي كانت عندنا هنا احنا في طرابلس اللي درنا النشاط داخل السهرة أو في وقت السهرة، من هذه يسموها لعبة من الألعاب الكبرى اللي درنا البطاقة الفنية تاعها في الأمسية، ثم طبقنا اللعبة في الليل. اللعبة هي عبارة عن معركة دور في البحار والمحيطات ما بين دول، واللي راح تضم بواخر مانيش عارف انا حوايج واحد اخرين. الانطلاق تاع اللعبة راح يكون من الدولة الأولى تضرب الدولة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى آخره، وهكذا دواليك إلى آخر دولة، وفي الدولة الفائزة هي اللي يبقى لها آخر باخرة. الراية الصفراء خطر والراية الخضراء لا شيء يفطر. في النقطة كاديس يا
على هامش الحفل قدم المتربصين جملة من النشاطات تدربوا عليها أثناء تكوينهم خلال ورشات الفنون الغنائية والتشكيلية وورشة السمع البصري. هناك أربع معامل في التربص، هو معمل الفنون الغنائية، معمل الفنون التشكيلية، ومعمل الفنون الدرامية، ومعمل الاتصال يعني السمعي البصري. طبيعة الحال لكل ورشة عندها مكلف، إطار مكلف بهذه الورشات. نحن الآن موجودين في ورشة الفنون الغنائية، ونتلقاو المتربصين المبادئ الأساسية للموسيقى، مما فيها السولفاج، مما فيها المفاتيح، مما فيها النوتات، ثم ذلك تدريب المتربصين كيفية تلقين أطفالهم الأناشيد والمدايح والأغاني الجماعية، وكذلك يخدموهما كمجموعة صوتية. بطبيعة الحال مدينا احنا اشياء وطنية، يعني بالكثير ركزنا على الاشياء الوطنية بما فيها كذلك بعض الدينية، وكانوا كل الفوج يمر على المعمل تاع الفنون الغنائية يقدم الشيء اللي يقدمه والشيء اللي يتعلمه في الورشة أو في المعمل يقدمه في السهرة، لأن كل يوم عندنا سهرات. Thank you.
التربص هذا يدخل في إطار الرسكلة والتكوين المبرمج من طرف وزارة الشباب والرياضة، واللي إن شاء الله رايحين يخرجوا يكملوا التربصات التطبيقية في الميدان، واللي نتمنى إن شاء الله من كل الطلبة المتربصين أن يلتزموا بهذا الجانب التطبيقي لأنه مهم جدا. فوزارة الشباب والرياضة هي أطرت هذا الجانب، ومديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع رابطة الهواء الطلق ورابطة الهواء الطلق والترفيه اللي نظموه، وكانت لهم يعني فرصة أنه تعرفنا على بعض الأساتذة من خلال هذا النشاط. هذو الأساتذة كانوا في المستوى، وحتى الطلبة كانوا في المستوى. نأمل إن شاء الله من خلال هذه التربصات التطبيقية أنه يكون تربص درجة ثانية، اللي راح نوزع فيهم شهادات لنيل شهادة الدولة من طرف مؤشرين من طرف وزارة الشباب والرياضة، وكذلك من طرف مديرية الشباب والرياضة. كان هذا التربص جرى في ظروف جيدة. نشكر الطلبة اللي كانوا منضبطين، ونشكر كذلك الرابطة اللي كانت في المستوى وقامت تربص جيد. واليوم راه شفتوا اليوم حفل الاختتام، وكانت في جو أخوي جو عائلي، وإن شاء الله في المستقبل يكون أحسن من هذا. وكتتويج أخير، وزعت شهادات تكريم للقائمين على إنجاح هذا التربص التكويني وفي طليعتهم المشاركين دون إحراز الأفضلية لأحد، لأنها ستبقى مرهونة بمواصلة المسيرة الفعلية والميدانية وخضوعه للدرجات الاستدراكية. واحد ما هو كيفي ديني والله ريفي راح نخلع قولوني لا 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 لعبة بسيطة. رايحين ندوروا على الكراسي هذو بقيادة الطفلة هذه. Yeah.
الجميل كيتغنى بالمواويل وإطار شحال جميل كيتغنى بالمواويل شحال يعجبني يعجبني مخي يمين شحال يعجبني يعجبني مخي يمين